مجمع الأندلس التعليمي، تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم. المادة التربية الإسلامية، المرحلة الثانوية للصف العاشر. عنوان الدرس: تلاوة وتجويد سورة النور، الآيات 1-10. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه. أما بعد، أعزائي الطلبة، سنتناول في درس التلاوة من سورة النور الأهداف الآتية. نقوم بتلاوة الآيات المقررة تلاوة سليمة، ثم نتعرف على معاني المفردات، وأخيرا نذكر أو نستذكر أحكام النون الساكنة والتنوين وأحكام الميم الساكنة. قبل أن نشرع في بداية الدرس، نتناول هذه التهيئة. عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلك عند آخر آية تقرأها. عزيزي الطالب، ما الذي تستنتجه من الحديث الشريف؟ أستنتج من هذا الحديث فضيلة من فضائل حفظ كتاب الله تعالى، فينال الحافظ لكتاب الله عز وجل أعلى منازل الجنان يوم القيامة. بين يدي الآيات الكريمة، فسورة النور سورة مدنية، وعدد آياتها 64 آية. تتناول السورة تربية الإنسان المسلم على العفاف والستر، وتركز على صفاء المجتمع المسلم وعلى تحصينه من أسباب الفاحشة ومن كيد المنافقين في نشرها. إليك الهدف الأول عزيزي الطالب، سنقوم بتلاوة الآيات المقررة تلاوة سليمة، فاستمع للقراءة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، وأولئك هم الفاسقون. إلا الذين تابوا من
بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين. والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. بعد هذه التلاوة سنقوم بالتعرف على معاني المفردات في الآيات الكريمة. يقول الله تعالى: سورة أنزلناها وفرضناها. فرضناها بمعنى أوجبنا العمل بأحكامها. ثم يتناول السياق حكم الزنا، فيقول الله عز وجل: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. وهذا الحكم خاص بالزاني الغير المحصن. الزاني المحصن وهو الذي سبق له الزواج فحكمه الرجم إلى الموت، أما الزاني غير المحصن فحكمه في هذه الآية أن يجلد 100 جلدة. ثم يقول الله عز وجل: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. الرأفة هنا بمعنى الرحمة والشفقة، لأن هذا حكم من أحكام الله تعالى. ثم يتناول السياق حكما آخر وهو حكم القذف. يقول الله عز وجل: والذين يرمون المحصنات. يرمون المحصنات بمعنى يتهمون الحر العفيف بالزنا ولم يكن لهم 4 شهداء، فهؤلاء حكمهم أن يجلدوا 80 جلدة ولا تقبل لهم شهادة إلا أن تابوا، ويعتبرون فساقا أي خارجون عن طاعة الله. ثم يتناول السياق حكما ثالثا وهو الملاعنة بين الزوجين. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات إلى آخر الآيات. ثم يقول الله عز وجل: ويدرأ عنها العذاب، بمعنى يمنع عنها العذاب إذا ما شهدت 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ثم يفرق بين الزوجين تفريقا كاملا ومطلقا وإلى غير ذلك من أحكام الملاعنة بين الزوجين. نقوم بتقويم من أجل التعلم حتى نستوعب ما أخذناه من معاني المفردات. عزيزي الطالب، ما معنى كلمة وفرضناها؟ فرضناها بمعنى أوجبنا العمل بأحكامها. رأفة، ولا تأخذكم بهما رأفة،
الرأفة هنا الرحمة والشفقة، لأن مثل ما سلف وأن ذكرنا فهو حكم من أحكام الله عز وجل. يرمون المحصنات، المراد به يتهمون الحر العفيف بالزنا، يدرأ عنها العذاب بمعنى يمنع عنها العذاب. نتناول الهدف الثالث، وهي عبارة عن مذاكرة لأحكام النون الساكنة والتنوين وأحكام الميم الساكنة، وقد مرت بنا في السنة الماضية وقبل الماضية، فنقوم بمراجعتها على السريع. النون الساكنة والتنوين لها أربعة أحكام. الحكم الأول وهو الإظهار، وحروف الإظهار ستة: همزة، هاء، عين، حاء، غين، خاء، مجموعة في أوائل كلمة أخي هاك علم حازه غير خاسري. والحكم الثاني الإدغام، حروفه مجموعة في كلمة يرملون، وينقسم إلى قسمين: إدغام بغنة وحروفه مجموعة في كلمة ينمو، وإدغام بغير غنة وحرفاه اللام والراء. الحكم الثالث وهو الإقلاب، وله حرف واحد وهو الباء. والحكم الرابع وهو الإخفاء، وحروفه بقية حروف الهجاء. عزيزي الطالب، تعال معي إلى هذا النشاط لنقوم بحله. استخرج من الآيتين 135 و136 من سورة آل عمران أحكام النون الساكنة والتنوين مع ذكر السبب. يقول الله عز وجل: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. نستخرج من هاتين الآيتين أحكام النون الساكنة والتنوين. أولا الإظهار، فعندنا كلمة فاحشة أو أتى بعد التنوين همزة، والهمزة من حروف الإظهار. وعندنا كلمة الأنهار، الأنهار نون ساكنة بعد حرف الهاء، والهاء من حروف الإظهار. الإدغام في قوله تعالى: ومن يغفر، نون ساكنة بعدها حرف الياء، والياء من حروف الإدغام بغنة. وعندنا كلمة مغفرة من، عندنا التنوين بالضم وبعده حرف الميم، والميم من حروف الإدغام بغنة. وأيضا من ربهم نون ساكنة بعد حرف الراء، والراء من حروف الإدغام بغير غنة. إذن عندنا إدغام بغنة وإدغام ثاني بغنة وإدغام ثالث إدغام بغير غنة. الحكم الثالث الإقلاب،
لا يوجد في هاتين الآيتين حكم الإقلاب. والإقلاب مثل من بعد، والحكم الرابع وهو الإخفاء، فنجد الإخفاء في هذه الآية في قوله تعالى أنفسهم، نون ساكنة بعد حرف الفاء، والفاء من حروف الإخفاء. وقوله تعالى وجنات تجري، عندنا التنوين بالضم وبعده حرف التاء، والتاء من حروف الإخفاء. ونفس الكلمة أيضا من تحتها نون ساكنة وبعد حرف التاء، والتاء من حروف الإخفاء. من قبلكم نون ساكنة بعد حرف القاف، والقاف من حروف الإخفاء. سنن فسيروا، تنوين بعد حرف الفاء، والفاء من حروف الإخفاء. فانظروا، نون ساكنة بعد حرف الضاد، والضاد من حروف الإخفاء. طيب، نتناول الآن عزيزي الطالب أحكام الميم الساكنة. والميم الساكنة هي الميم الخالية من الحركة، ليس عليها فتحة وضم أو كسر، ولها ثلاثة أحكام. الحكم الأول إدغام شفوي، وحرفه الميم، مثاله قوله تعالى والله يعدكم مغفرة لهم ما يشاءون. الحكم الثاني إخفاء شفوي، وحرفه الباء، مثاله ترميهم بحجارة، ميم بعد حرف الباء. ومن يعتصم بالله، يعتصم بالله، ميم ساكنة بعد حرف الباء. والحكم الثالث الإظهار الشفوي، وحروفه بقية حروف الهجاء، ومثاله ألم يجعل، أنعمت، وغيرها من أمثلة الإظهار الشفوي. استخرج من الآية التي أمامك أحكام الميم الساكنة. عزيزي الطالب، سنطبق هذه الأحكام على هذه الآية. يقول الله عز وجل إذ تلقونه بألسنتكم، و ما حكم بألسنتكم وتقولون؟ ميم ساكنة بعد واو، الميم الساكنة بعد حرف الواو هو إظهار شفوي، أي بقية الحروف، فالواو من بقية الحروف. وتقولون بأفواهكم ما ليس، ميم ساكنة بعد حرف الميم، الميم إذا أتى بعد حرف الميم فهو إضغام شفوي. ثم يقول الله تعالى ما ليس لكم به علم، ميم ساكنة بعد حرف الباء، والميم الساكنة إذا أتى بعد حرف الباء فحكمها إخفاء شفوي. فإذا بألسنتكم وإظهار شفوي، بأفواهكم ما إدغام شفوي، لكم به إخفاء شفوي. ختاما لهذا الدرس، نستخرج من الآيات الكريمة السابقة التي قمنا بتلاوتها مثالا واحدا لكل من هذه الأحكام. حكم الإظهار نجده في قوله تعالى سورة أنزلناها، تنوين وبعده حرف الهمزة، والهمزة من حروف الإظهار. أما الإدغام ففي قوله تعالى بينات لعلكم، تنوين وبعده حرف اللام،
تنوين وبعده حرف اللام، واللام من حروف الإدغام بغير غنة. أما الإقلاب فنجده في قوله تعالى آيات بينات، تنوين وبعده حرف الباء، آيات بينات. الإظهار الشفوي في قوله تعالى كنتم تؤمنون، ميم ساكنة بعد حرف التاء. الإدغام الشفوي في قوله فالإدغام الشفوي لم نجد في هذه الآيات إدغاما شفويا. أما الإخفاء الشفوي ففي قوله تعالى لا تأخذكم بهما، ميم ساكنة، انظر إلى هذه الميم ليس عليها شيء وبعدها حرف الباء. وبهذا عزيزي الطالب نكون قد أتممنا حصتنا لهذا اليوم، شاكرين لكم حسن الإصغاء والمتابعة، وإلى درس قادم بإذن الله تعالى نلقاكم بتمام الصحة وموفور العافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.